أسامة بوهنا من مدينة صفاقس التونسية. إذن أطلعنا على آخر المستجدات أسامة. اهلا وسهلا ساره، اهلا بكم مشاهدينا. اذا متواجدون بولايه صفاقس شرق تونس، هذه الولايه التي تضم اكبر هيئه انتخابيه وكتله انتخابيه غير مجزأة. نتحدث عن ازيد او قرابه 800 الف ناخب سيتوجهون غدا الى مراكز الاقتراع حسب ما استقيناه من الهيئه المستقله للانتخابات، فكل التجهيزات تمت لاستقبال الناخبين بعد ساعات قليله من الان. نتحدث عن 399 مركز انتخابي إضافة إلى 6 خيمات انتخابية. هذه الخيم تم وضعها في الأماكن التي لا تحتوي على مدارس أو على منشآت من شأنها أن تضم هذه المكاتب، مكاتب الاقتراع. بالنسبة للمشهد السياسي العام في ولاية صفاقس وحسب ما استقيناه من الشعب التونسي هنا، فهناك إجماع على أهمية هذه الانتخابات مع تفاوت في قراءة المشهد السياسي في البلاد، ولكن هناك إجماع حقيقة على أن هذه الانتخابات ستشكل فرصة وانطلاقة جديدة لتونس. النخب السياسية كذلك كانت لها مشاركة قوية في هذه الانتخابات، سواء من خلال وسائل الإعلام أو حتى من خلال الانخراط في الحملات الانتخابية للمترشحين. هذه العهدة التي قد تكون العهدة الثانية لقيس سعيد أو عهدة جديدة لكل من المترشحين الآخرين اللذين تم اعتمادهم العياش الزمان.